هيجان البحر وقد فيه للقصيع دليل على بداية الصيف، واختفاء الزواحف دليل على بداية الشتاء، وظهور الحشرات كالجعلان بين قوسين أباذار دليل على بداية الربيع. إذا طلع أباذار تساوى الليل مع النهار وتعلل الجار مع الجار. فعلاقة البحر والحشر والبشر بالمناخ علاقة تلازمية، ونحن نستدل بهذه العلامات لمعرفة المواسم. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فنحن نهتدي بهذه العلامات كاهتداء العمياني في الطريق، فالأعمى يدل الطريق ببصيرته، والمبصر يدل الطريق ببصره. أعمى يدل بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. خلال هذه الأيام تختفي أغلب الزواحف والهوام السامة، العقارب والثعابين، وهذا أمارة وعلامة على بداية البوادر الشتوية، وطوال الثلاثة شهور القادمة ستكون كامنة في مخابئها. ومع بداية الربيع تبدأ بالظهور، وأول ما يظهر منها الصغير، وآخر ما يظهر منها المسن، وخاصة الحيايا. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل، وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل.